السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم عند قناتي شهيوات عيشة. اليوم راني غادي نشارك معاكم واحد الوصفة، هي لا كريم برولي، راه كيجي زوين بزاف. اتبعوا معايا التحضير والمقادير. بسم الله على بركة الله، اتبعوا معايا. دركو غادي نجيب الإناء اللي غادي ندير فيه ان شاء الله. غادي نحتاجو 4 البيضات، غادي ندير البيض وحده والصفار وحده، غادي نحتاج غير الصفار البيض، ثمانين غرام ديال السكر الخشن، جوج ساشيات نتاع السكر الفاني. غادي نخلطهم مزيان حتى يتخلط هذاك السكر مع البيض مزيان مزيان. غادي نجيب واحد الكاسرونه ندير فيها 400 مليلتر ديال لاكريم السائله من هذه، جوج نتاع الباكيات، غادي نحتاج كاس حليب، كاس عامر مزيان، نديرهم فوق النار حتى يطيبوا بحال هكا. ودركو غادي نجيب هذاك البيض نبقى نخلطو مزيان، تبقاو تخلطو بالسرعه باش ما يتحرق لكمش البيض. غادي نجيب لي غامقه اللي غادي نعمرهم مزيان، نجيب واحد لترو ديال الماء يكون طايب، نكب هذاك الماء في الصينيه باش يطيبوا داخل الماء، نديرهم في الفران لمده ديال 45 دقيقه، صافي يكونوا طايبين ان شاء الله. صافي راهم طايبين، غادي نرشهم بالسكر بحال هكا. المقادير اللي درت معاكم راه هزوا ليا 5 ديال لي غامكه، ونجيب الشاليمو باش نحمرهم مزيان من الفوق، يجيو مقرملين وزوينين. شوفوا شحال زوينين، كي تسمعوا لهم يديروا هذا لوبغي راهم طايبين مزيان، راهم مقرملين مزيان. شوف كي جاوا شحال زوينين ما شاء الله، نتمنىكم تجربوهم. صافي دركو غادي نحل معكم وحده وتشوفوها كي جات، شوفوها كي جات زوينه بزاف ما شاء الله، نتمنىكم تجربوا. صافي راني ساليت الفيديو ديالي، اذا كان عجب ليكم بارطاجيو وديروا اللايك باش يوصلكم كل جديد. شكرا على المشاهدين، بارك الله فيكم، بالسلامه عليكم والى الفيديو المقبل ان شاء الله.